الفرق في ايه يا دكتور؟ لو حبينا نوضح الفرق ما بين الطرق التقليدية وما بعد التحول الرقمي، فرق في ايه؟ سواء بقى في نشر المقررات الدراسية او تسهيل الدراسة عن بعد، او حتى طريقة واسلوب تقييم الطلاب والامتحانات الالكترونية، فرق في ايه في اداء منظومة التعليم العالي بشكل عام؟ بقى عندنا الحقيقة يعني مؤشرات أداء، وعندنا ربط لمخرجات التعلم مع مستويات أداء المنظومة التعليمية، وعندنا تعاون مباشر مع بنك المعرفة المصري والمجلس الأعلى للجامعات على منظومة التعلم الإلكتروني، نظم التعلم الإلكتروني ليرنينج مانجمنت سيستم من بنك المعرفة في ال 27 جامعة حكومية، وده بيبقى وسيلة التواصل ما بين أعضاء هيئة التدريس اللي بيزيد عددهم على 120 ألف ومع طلبة الجامعات الحكومية اللي بيزيد عددهم عن 2.2 مليون طالب من خلال نظام إلكتروني عليه المواد التعليمية ومكتبة ضخمة من المادة العلمية في بنك المعرفة، واللي لسه واخد جايزة الأسبوع اللي فات إن هو أكبر منصة متكاملة للمعلومات على مستوى العالم من اليونسكو. فده الحقيقة هيبقى بيساعد على زيادة حجم المعرفة وقدرات وبناء القدرات للطلبة المصريين. يعني جايزة من اليونسكو، والحقيقة برضو احنا بنتكلم على انه كان هناك سرعة في الأداء وفي وتيرة التحول إلى استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي بشكل عام. وخليني أسأل حضرتك في هذا الإطار، يعني كانت إيه أبرز التحديات اللي قدرنا نتغلب عليها في الدولة المصرية في إطار طبعا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أو في الاتجاه إلى التحول الرقمي؟ التحديات كانت الحقيقة في الوضع المفاجئ اللي تواجهنا بيه من الإغلاق في كورونا، وإن لازم نتحول لنظم إلكترونية بصورة لحظية، وده الحقيقة كان أبرز قدرات المصريين سواء من أعضاء التدريس أو الستاف أو الطلبة في إنهم يتكيفوا مع الوضع بصورة سريعة. إن حصل إغلاق كامل في 2020 ورحنا للمنصات الإلكترونية للتواصل ما بين أعضاء التدريس والطلبة، وبقى فيه بعد كده التعلم الهجين اللي اعتمده المجلس الأعلى للجامعات اللي هو الخلط ما بين حضور الطالب وإن يبقى بعض الكورسات والتواصل من خلال المنصات الأونلاين. وده الحقيقة يعني خلانا يعني في أكثر من 80% من أعضاء التدريس في أقل من شهر كانوا متكيفين مع النظام وتحولت المناهج بالصورة الإلكترونية، وطلع من هذا من رحم هذه المشكلة عندنا مبادرة اسمها مبادرة طالب رقمي لتوفير الخدمات الإلكترونية اللي بيحتاجها الطالب في حياته الجامعية من ساعة ما بيجي من الثانوية لغاية ما يتخرج من الجامعة إن شاء الله.